السيسي يختتم زيارته لأثينا بلقاء رئيس البرلمان اليوناني. سلمان يدعو لمزيد من التكاتف بين دول الخليج لمواجهة التحديات. وأشتون كارتر: طلبنا من حلفائنا إرسال وحدات خاصة لمواجهة داعش. الثانية عشر بتوقيت القاهرة، موجز لأهم الأنباء من النهار اليوم، أحييكم. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه برئيس البرلمان اليوناني نيكولاس فوتسيس إن زيارتنا للبرلمان تعكس تقديرنا للشعب اليوناني، مؤكدا أن مصر أنهت الانتخابات البرلمانية وستنعقد أولى جلسات برلمانها خلال الشهر الحالي لتنتهي بذلك خارطة الطريق وتكتمل كل مؤسسات الدولة، ما يتيح الفرصة لتبادل الزيارات والعمل مع اليونان. من جهته أعلن رئيس الوزراء اليوناني تسيبراس الاتفاق على آلية دائمة للتفاهم والتعاون بين الدول الثلاث عبر مجلس يجتمع بشكل دوري. وشدد تسيبراس في كلمته خلال القمة الثلاثية على ضرورة دعم الاتحاد الأوروبي لمصر فيما تواجه من تحديات. وفي سياق متصل، يشهد الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة فعاليات المرحلة الرئيسية للتدريب البحري والجوي المشترك ميدوزا 2015 بين مصر واليونان. كان الفريق حجازي غادر القاهرة متوجها إلى أثينا في زيارة يبحث خلالها مع المسؤولين العسكريين اليونانيين تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية وزيادة مجالات التعاون المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين. وفي العاصمة السعودية، أكد مجلس التعاون الخليجي في البيان الختامي لقمته 36 على دعمه لاستقرار اليمن تحت حكومة شرعية داعيا إلى مؤتمر دولي لإعادة إعمار اليمن. فيما أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز خلال كلمته على حرص المملكة على الحل السياسي لمختلف قضايا المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية والأزمتين السورية واليمنية. وفي العاصمة السعودية الرياض أيضا، اتفقت وفود المعارضة السورية المشاركة في غالبية النقاط التي ستتضمنها وثيقة سياسية سيعلن عنها اليوم، وأهمها التأكيد على الحل السياسي في سوريا. وأرجى المشاركون إلى وقت لاحق الفصل في آلية اختيار الوفد الذي سيمثل المعارضة في المفاوضات المرتقبة مع ممثلي النظام يناير المقبل. وفور نهاية جلسات الاجتماع بدأت الفصائل المشاركة اجتماعات ثانوية غير رسمية بغير توحيد المواقف وتضييق فجوات الخلاف قبل جلسات اليوم. قال وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر إن واشنطن طلبت من حلفائها إرسال وحدات خاصة لتفعيل محاربة ضد تنظيم داعش، مشيرا إلى أن بلاده تأمل من دول الخليج فعل المزيد لقتال التنظيم. وأشار كارتر في جلسة استماع أمام لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي إلى عزم وزارة الدفاع إرسال المزيد من القوات الأمريكية الخاصة إلى العراق وسوريا من أجل تدريب وتجهيز القوات التي تحارب داعش. وأوضح كارتر إن الحديث يدور عن إرسال مروحيات قتالية ومستشارين عسكريين. أشاد مجلس الوزراء في الاجتماع الذي ترأسه المهندس شريف إسماعيل بأداء كافة الوزارات وأجهزة الدولة ودورها في إتمام عملية انتخابات مجلس النواب في إطار الدستور والقانون. كما أعرب إسماعيل عن تطلع الحكومة للتعاون مع البرلمان القادم بما يحقق مصالح الوطن والمواطنين، وهنأ الشعب على مساهمته في إتمام آخر خطوة لخارطة المستقبل في أجواء اتسمت بالحيدة والنزاهة والشفافية.
قال المستشار عمر مروان المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات إن أي من المرشحين في الدوائر الأربعة المؤجلة من المرحلة الأولى لم يحقق الفوز، وستجرى الإعادة على 13 مقعدا ل26 مرشحا يومي 14 و15 من ديسمبر الجاري بالخارج، ويومي 15 و16 من نفس الشهر بالداخل. وأشار مروان إلى أن دوائر الإعادة هي الرمل بمحافظة الإسكندرية، ومركز ومدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، وبني سويف والوسطى بمحافظة بني سويف. ختام الموجز، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيه. السيسي يختتم زيارته لأثينا بلقاء رئيس البرلمان اليوناني. سلمان يدعو لمزيد من التكاتف بين دول الخليج لمواجهة التحديات. وأشتون كارتر: طلبنا من حلفائنا إرسال وحدات خاصة لمواجهة داعش. نشرة إخبارية مفصلة على رأس الساعة القادمة، إلى اللقاء.